قانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي والمادة 27 من أمر القضائي رقم 3/2019 والذي يحظر التعامل بالنقد الأجنبي بيعا أو شراء خارج القنوات الرسمية مقروءة عن مادة 28 من أمر القضائي 6/2019 كما دلفت للحديث عن الحصانة الدستورية وأعمال السيادة والحصانة الإجرائية والموضوعية وفقاً لدستور السودان الانتقالي لسنة 2005 ومن ثم نفت أعمال السيادة التي دفع عليها الدفاع عند الرد على التهمة طالما أن جرائم موضوع الدعوة الجنائية لا ترتبط بأعمال السيادة وناقشت الاعتراف القضائي الوارد بيومية التحرر ومطلوبه في البينة المقدمة وفي خاتمة المطاف أوضح بأن الاتهام قد استطاع من إثبات اليوم المتهم هو مرحلة الشك المعقول وهذا مجمل ما جاء بمرافعة الاتهام الختامية وبتاريخ 8 ديسمبر 2019 جاءت مرافعة الدفاع الختامية مستعرضة لما جاء بيومية التحري والخلل الذي لازم التحريات بإخفاء بعض المستندات التي تغيب شاهدة لمصلحة المتهم وذلك بعد ما قامت بسرد الوقائع الخاصة بالبلاغ الجنائي والتعامل الذي تم من قبل النيابة في حق شهود الدفاع مع تطرق للمآثر التي قدمها المتهم لجمهورية السودان ومناقشة الأوضاع السياسية والسابقة لإجراءات البلاغ وبعد قيد الدعوة الجنائية كما ناقشت أمر الاعتراف القضائي ووجهت اتهاما لازعا لكل من وكلاء النيابة والقضاء الذين قاموا بتدوين الاعتراف القضائي المتهم من داخل سجن كوبر العمومي ووصفتهم بالانحياز السياسي لمن سموا أنفسهم قوى الحرية والتغيير والمخاصمة السياسية المتهمة وسيرهم في مراكب تأييد القوى السياسية بميدان الاعتصام ومشاركتهم في الإضراب السياسي الذي دعت له الجهات السياسية يوم 28/29 من شهر يونيو 2019 وبفقدان حيادهم واستغلالهما القضائي وبذلك يعتري الاعتراف والشهرة وتحيط به وكما أوضح مرارة الدفاع الختامية بطلان إجراءات المطلوبة وكما نقل صفة الموظف العام بالنسبة للمتهم وذلك من خلال ما ورد في تعريف الموظف العام بالقانون الجنائي لسنة 1990 تعديل 2015 طالما أن رئيس الجمهورية تم انتخابه بواسطة الشعب ولم يتم تعيينه بواسطة سلطة عامة طبقا لما جاء بنص المادة 3 من القانون الجنائي كما دركت الدستور السودان الانتقالي حول مساعدة رئيس الجمهورية إذا ما ارتكب جريمة أو انتهاك للقانون فإن الاهتزاز ينعقد للمحكمة الدستورية دون غيرها من المحاكم وعلى ضوء ذلك نفت اختصاص هذه المحكمة في محاكمة المتهم بهذه الصفة ومن ثم ناقشت عناصر مواد الاتهام وإثبات عدم إمكانية الاتهام لإثبات عناصرها في حق المتهم وكما ناقشت البينة المقدمة من الاتهام والمستندات المقدمة وبينة الدفاع والتي سوف نتطرق إليها بإذن الله كل ما اقتضى الأمر ذلك هذا مجمل ما جاء بوقائع الدعوة الجنائية وقبل البدء في مناقشة مواد الاتهام من الناحية القانونية كان لابد لنا من التطرق لمراحل الدفاع الختامية والتي أوردت أسباب لا تمت لإجراء التغاضي بشيء بالنسبة للقضاة الذين دوروا الاعتراف القضائي بالرغم من أن هنالك قاضي واحد بمحضر التحري والجارية ضد المتهم وبالرغم من أننا كنا نود أن نغطي الطرف عن ذلك الحديث والذي تم تداوله في وسائل الإعلام من قبل هيئة الدفاع وبما أنه قد عادت هيئة الدفاع من إيرادهم مرة أخرى بمراقبة الدفاع الختامية كان لزاما علينا التصدي له مستصحبين ما جاء بمنشور المحاكم الجنائية رقم 23 بأن التقرير الراسخ إن القضاء له احترامه وهيبته وعدم التجريح فيه ولا بد من الابتعاد عن كل ما يشين ويشرخ فيه طالما أن القضاء السوداني ظل راسخا وشامخا وشبه بوتير والبركة للمرة ويعلم بذلك القاصر الثاني وما للقضاء السوداني من العزة والرفعة في جميع المحافل الإقليمية والدولية وإن المتهم نفسه وطيرة السلاسل عبود من الزمان ظل فطور بذلك وقد وجد منه العديد من الأمواض والأوسمة وما كان لها الدفاع أن تقول بذلك طالما إنه روي في عظمة القضاء وشرفه ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من روي القضاء فقد ذبح بغير سكين ويعلق ابن فرحون على هذا الحديث بقوله
هذا الحديث دليل على شرف القضاء وعظمة منزلته، ومن المتولي لوم مجاهد لنفسه وهواه، وهو دليل على طاعة من قضى بالحق جعله ذليل الحق امتحانا لتعظيم لوم تعظم لوم النصور امتنانا. فالقاضي لما استسلم لحكم الله وصبر على مقاربة الأقارب والأباعد وخصوماته فلم تأخذه بالله تعالى لوم تلائم حتى غادهم إلى أمر الحق وكلمة العدل وكفهم عن دواعي الهوى والعناء جعل ذبيح الحق لله وملأ به حال الشهداء الذين لهم الجنة. ومن أجل ذلك حاطب أقام الدولة الإسلامية القضاة بكل مظاهر الإجيال والتكريم وصانوهم وتدخلهم ضمانا للحق وإرساء للعدل، ولم يسعوا إلى تحويل الأحكام لصالحهم أو لصالح من يحبون، وإنما كفروا بأحكام القضاء لاحترام والنفاذ، وقد عزز الخلفاء الراشدين مقامة القضاء وطالبوهم بأقصى درجات العدل في المساواة بين الناس وحكامهم ومحكومين، فإن يساووهم في إرادة التقاضي مع البعية. ومن تخاصم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع الصحابي الجليل أبي بن كعب في ملكية بستان، فحكما زيد بن ثابت فأتياه في منزله، فلما دخلا عليه قال له عمر: جئناك لتقضي بيننا وفي بيته يأتي الحكم. فتنحى له زيد عن قدر فراشه فقال له: هاهنا هاهنا يا أمير المؤمنين. فقال عمر: جئت يا زيد في أول غضائب، ولكن أجلسني مع قسمي. فجلسا بين يديه فادعى أبي وأنكر عمر. فقال زيد لأبي: أعفي أمير المؤمنين من اليمين، وما كنت لأسألها لأحد غيري. فحلف عمر، ثم حلف عمر وقال: لا يدرك زيد القضاء حتى يكون عمر ورجل من عرب المسلمين عنده سواء. هذا نوع من أنواع المساواة في إجراء التقاضي، وقد نص دستور السودان الانتقالي لسنة 2005 على استقلالية القضاء في المادة 128، حيث جاءت الفقرة الأولى تقول: القضاة مستقلون في أداء واجباتهم، ولهم الولاية القضائية الكاملة فيما يلي اختصاصاتهم، ولا يجب التأثير عليهم في أحكامهم. وجاءت الفقرة الثانية توضح بأن القضاة يصونون الدستور وحكم القانون ويلومون العدل بجد وتجرد دون خشية أو محاباة، ومن خلال ما تم سرده نجد أن